اهلا 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 حبايبي في كل مكان، وتفضلوا معانا النهارده واحنا بنكتشف مع بعض معلومات جديده في علم بحر العلم اللي بيقدمه لنا دكتور مدحت خليل استشاري الجهاز الهضمي والكبد. سلام عليكم يا دكتور. سلام ورحمه الله وبركاته. لما نيجي نقول ان حد مفاصله وجعاه او عضلاته وجعاه، هقول لك اصله راح الجيم، اصل عنده مشكله في مفاصله، بس هل ممكن يكون ده سبب في حاجه في الجهاز الهضمي في الاخر؟ دي حقيقه نقطه انا مش فاهمها، والعكس صحيح. ازاي حضرتك بتقول ان ممكن مشكله في الجهاز الهضمي تؤدي الى الام في المفاصل او في العضلات؟ برضو مش فاهمها. ففي حلقتنا النهارده بنتكلم عن العلاقه الطرديه دي، اللي انا فعلا محتاجين تفاصيل فيها كتير جدا. تعالي نتكلم الاول في المقدمه بتاعتك وفي التقرير. انت قلتي على ثلاث حاجات حلوه قوي البني ادم لازم يعملهم. ايه هم؟ العمل التطوعي، كويس. الرياضه، القراءه. العمل التطوعي اللي انت جبتي عنه تقرير، الناس دي عامله عمل تطوعي ان شاء الله هياخدوا ثوابهم من ربنا في الاخره، هياخدوا ثوابهم في الدنيا وهياخدوها صحه. اشمعنى صحه؟ في تقارير وابحاث علميه نشرت في مجلات لها وزن تقيل زي اللانسيت والبريتش ميديكال جورنال، قارنوا مرضى الامراض المختلفه وقدرتهم على التماثل للشفاء الذاتي. يعني ايه؟ جابوا مرضى سرطان. مرضى سرطان بياخدوا علاج وهم خمولين كسولين قاعدين في بيوتهم ما بيعملوش حاجه. ومريض سرطان بيعمل عمل تطوعي وعمل خيري وبينزل يشارك في حملات وتعليم والى اخره. وجابوا التقارير بتاعتهم على ده بياخد علاج وده بياخد علاج، ونفس العلاج ونفس الكانسر ونفس الماده الكيماويه، هو هو. لقوا ان المريض اللي بيعمل في عمل تطوعي او عمل خيري تمام وطاقته ايجابيه دائما اكثر عرضه الى انه يستشفي ويحصل له حاجه اسمها السيلف هيلينج، الالتئام الداخلي الذاتي للجسم. يبقى احنا لازم يا جماعه واحنا بنتكلم عن الطاقه الذاتيه، واسف الطاقه الايجابيه، ما نقعدش نتكلم عنها بس مجرد كلام. الطاقه الايجابيه تساعد على التئام الانسجه بتاعتك. نعم. ناس تفتكر كمان الطاقه الايجابيه ان انا اخد، لا، الطاقه الايجابيه انك تدي. ده القدره على العطاء شيء مهم جدا جدا جدا، بيمنحك انت نفسك هرمون سعاده اعلى. نعم. وبيمنحك هرمونات تساعد على التئام الجروح والشفاء الذاتي. نعم. فالجماعه اللي عاملين عمل تطوعي دول اكثر لهم من امثالهم، وهتاخدوا نصيبكم ان شاء الله صحه. أمين. تمام. هتبقوا اقل عرضه للاصابه بارتفاع ضغط الدم. الكلام ده مش كلام انشا، ده كلام علم. اقل عرضه للاصابه بالسرطان. الله. اقل عرضه للاصابه بالاكتئاب والهوس، واقل عرضه للاصابه بالزهايمر. يعني المداومه على القراءه باستمرار، والمداومة على حاجة غريبة جدا، حل الكلمات المتقاطعة. تمام. وحل الفوازير والألغام. سودوكو. تحميكي من الإصابة بالزهايمر. أيوة. وتشوش الذاكرة مع الكبر. أيوة. أنا كنت